تترات المسلسلات المصرية لوحدها صناعة وحكاية، والدراما قدرت تأثر الحقيقة المصرية مش بس في المشاهد المصري، ولكن كمان في وجدان الأمة العربية. كتير جدا لما بنسافر فبتلاقي الناس زي ما احنا تأثرنا كده بمسلسلاتنا وبالموسيقى وبالنجوم وبالكتابة وبكل صناع الدراما، كمان هتلاقي الدول العربية حصل عندها نفس التأثير، وده اللي خلى الدراما المصرية لها الريادة مش بس في مصر ولكن في العالم العربي. النهاردة حبينا كده ان احنا نعيش معاكم اجواء خاصة بالتتر، لانه تتر المسلسل ده صناعة وهو ملخص للمسلسل او العنوان، المسلسل بيقول ايه وعايز يقدم ايه للمشاهد. خليني ارحب بضيوفي الناقد والمؤرخ رحاب الهواري. مساء الخير يا استاذ رحاب، نورني. وكمان هيكون معانا عازف العود ايضا وهيدندن معانا الاستاذ كريم منير. مساء الخير يا استاذ كريم. يعني خليني ابدا عند استاذ رحاب واقول انه تتر المسلسل عموما بنتكلم على 60 سنه دراما، فتترات المسلسل لوحدها صناعه، يعني قدمت موسيقى، قدمت شعراء، قدمت مؤلفين، قدمت صناع للصورة علشان تركيب التتر. يعني قد إيه قدر تتر المسلسل لوحده يبقى قيمة فنية لكل المسلسلات؟ يمكن ده هيرجعنا لبدايات نشأة التلفزيون المصري أو انطلاق التلفزيون المصري في ما بعد منتصف الخمسينات، لما تأخر البث بسبب العدوان. فمن أول سنة 60 بدأ علاقة المتلقي بالتتر. يمكن في البدايات ما كانش تتر لا مصاحب موسيقى ولا بيصاحبه غناء، يعني قعد فترة حوالي أكتر من 10 سنين عبارة عن موشن جرافيك بأسماء الأبطال. يعني موسيقى كده، يمكن اللي من البدايات من أول القاهرة والناس والقط الأسود تحديدا كان فيه 64 سنة 64 كان التتر عبارة عن أسماء الأبطال مع خلفية تدي إيحاء بالرعب، لأن المسلسل كان بينتمي إلى فكرة الإثارة والرعب. يعني بعدها يمكن البدايات كانت بتؤرخ بمحمد رضا، الفنان محمد رضا وهدى سلطان في مسلسل سنة 77 بدأوا هما الاثنين كانوا أبطال المسلسل. تمام. فبدأوا يغنوا هما التتر، فبيغنوا ضمن أحداث المسلسل. كررها 78 في مسلسل اسمه برج الحظ. وتوالى بعد كده، يعني نيلي استلمت الفوازير فبدأت تغني التتر من تزامن مع في السبعينات لحد ما شريهان في 85، واستمر هذا. يعني نقدر نقول يعني من نهاية السبعينات بداية الثمانينات بدأت التترات المغنات. وهنا بدأت الفن، ويعني يظهر بقى حاجات مختلفة. بليغ حمدي مثلا في 79 في أوراق الورد عمل من كلمات عبد الوهاب محمد عمل اغنيه مخصوص، ورده كانت بتغنيها بعيدا عن المسلسل، يعني فقط للتتر. التتر اغنيه مخصوصه للتتر، وورده احد احدى نجمات المسلسل، ولكن كانت الاغنيه مش بس خاصه بالمسلسل، لا كانت بتتغنى كمان بره. يعني في بعض التترات ما ينفعش تغنى بره. يعني نقدر نقول انه تترات المسلسلات عملت زي اغاني الافلام بالظبط، يعني نفس التركيبه. طبعا اللي نشا الفكره دي في الافلام كان علي اسماعيل واندريا رايدر وفؤاد الزواهري طبعا. فكانت يعني الفكره ان ده يتنقل من الافلام للمسلسلات، لان الاغنيه بتحكي حدوته المسلسل في 3 أو 4 دقائق وهي اللي بتعيش. طيب خلينا نروح نبدا مثلا حندندن ايه؟ نبدا، انا شايفاكم حاطين الشهد والدموع، فنبدا من الشهد والدموع ونقول قصه الشهد والدموع. مين اللي عمل التتر؟ انت عايز استاذ كريم عايز تبدا. احنا ممكن نبتدي بحاجه، يعني انا بشوف ان المسلسلات في فتره الثمانينات كانت بتتكلم عن الحاره او الشارع المصري، فكانت متصنفه بالشكل ده. يعني كان الحاجات اللي ليها علاقه بالحاره المصريه كان دايما متخصص فيها او شاطر فيها قوي ياسر عبد الرحمن وعمار الشريه الله يرحمه. وكان دايما المزيكات اللي راحه ناحيه الحته الارستقراطيه شويه زي هوانم جاردن سيتي كان راجح داوود طبعا، او نروح للحاجات اللي فيها حب زي اللقاء الثاني عمر طبعًا خيرت طبعا. فانا شايف ان دي اهم محطات كان فيها الموسيقى التصويريه والتترات بتاعه المسلسلات اللي قعدت تتربينا عليها وعايشه في وجداننا لحد دلوقتي كلنا حافظينها ومذاكرينها. هو الحقيقه احنا علشان نبقى منصفين هي التترات كتيره طبعا، يعني طبعًا كتيرة ما نقدرش نقول. بس في عندنا اسماء مرتبطه بكلمه التتر،
في اسماء زي الحلميه مثلا، زي ليلى الحلميه. يعني الحلميه دلوقتي مثلا بيتغنى التتر لوحده طبعا. خلاص، وانت يمكن الحلميه عشان ارتبطت كمان بخمس سنوات بالشخصيه المصريه، فكانت البدايه التفكير كان الحميه. الروايه نفسها في الاصل ملحميه، بتتولى تاريخ مصر من 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 عبد الناصر مرورا بالسادات وصولا يعني اكثر من 60 او 70 سنه، عده اجيال بتتناول الحاره المصريه من خلال من ايام البشوات، من ايام الملك كمان يعني بالزبط. مرورا بال 60 70 سنه. خلينا نقرا كده شويه يعني ماذا كتب شاعرنا العظيم سيد حجاب، لانه الحقيقه الكتابه كانت كمان شبه مصر. يعني مثلا ما يقول منين بيجي الشجن، بيجي الشجن من اختلاف الزمن. يعني هو حتى بادئ التتر بسؤال، ولا ايه يا استاذ؟ طبعا طبعا، ما هو عشان دايما دي بنسميها الاسئله الاستهلاليه. انا بلفت انتباهك دايما، حتى لما بنشرح محاضرات للطلبه بنقول ان السؤال الاستهلالي هو ده اللي بيلفت. ابدا على طول منين بيجي الشجن، فالناس منتظره الاجابه فيكررها تاني، يجاوب هو من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهواء من ائتلاف الهواء، واللعب بقى واللعب ما بين صوت فنان محمد الحلو والمجموعه كانهم هم طبعًا بيردوا عليه. ومنين بيجي السواد من الطمع والعناد، هنا بدا يحكي القصه يعني. ومنين بيجي الرضا من الايمان بالقضاء، وما قالش بالقضاء لانه كان بيوزن. ايوه، سيد حجاب كان شغال تفعيله، يعني سيد حجاب ما كتبه القوافي والعروض ما كتبه بالعامية كان مقفي وعروض وينتمي الى بحر، ولكن كانت لغه حتى وان كانت عامية كانت لغه راقيه من انكسار الروح في دوح الوطن. دوح مين كلمه دوح دي ممكن محدش دوح الوطن بالظبط؟ انكسار الروح ودوح الوطن حاليا ممكن ما يعني الملحن يخاف يقلق. طب نسمع طبعا. ايه رايك نسمع نسمع ليالي الحلمية. خلاص يعني اللي هي رنه العود دي هي ليالي الحلميه. اه بالظبط، هو الاذن حاليا بقت ممكن نعرف المسلسل من اول دقه عود، نوتة. من اول نوته. وهل كان الذكاء كمان انه استمر التتر خمس سنوات يعني او خمس اجزاء يعني؟ فاعتقد ما اتغيرش طبعا، ما اتغيرش عشان ده بصمة، عشان يدي نفس يعني البصمه، هو بصمه نفسها. من بصمات ليالي الحلميه اللي اتغير عليها كم من الممثلين غير عادي، ولكن يبقى سيد حجاب كما هو، يبقى اللحن كما هو بالزبط. يبقى التتر الثابت ده اللي تقريبا ارتبط في ذهننا احنا كمتلقي لما المسلسل بيتعاد، حتى الان احنا على طول لازم الاشاره من خلال كلمات سيد حجاب ومن خلال اللحن العظيم لعمر الشريف. وكمان الموسيقى مشيل المصري، مشيل المصري، مشيل المصري بقى كموسيقي بارع. اه طبعا مايسترو مشيل المصري. التنفيذ انا بحس ان زمان كان في سخاء في الـ في الـ في الصرف على التنفيذ، يعني ما عندوش اي مشكله خالص ان هو يجيب مجموعه كبيره جدا من الكمانجات والتشيلوهات والاوركسترا كامله بتلعب في التتر. الى حد ما ده ما بيحصلش في التترات دلوقتي، بقت المزيكا معظمها الكترونيه يعني. احنا بنجيب دلوقتي بقى في تطور للزمن بشكل، بس في برضو دلوقتي تترات حلوه طبعا، جميل طبعا، بس اشكال مختلفه. بس كان زمان تقدري تميزي شكل المزيكا انها بتعبر عن الحاره من شكل المزيكا. دلوقتي معظم الموسيقات مش بن يعني عيب فيها، لكن ما بتقدريش تميزي نفس الجملة الموسيقية، ممكن تلاقيها موجودة لجملة بتعبر عن الناس عايشة في قصور أو ناس عايشة في حارات. طب بتسمعنا حاجة نكمل ليالي الحلمية أو نروح لحاجة تانية؟ نروح للمال والبنون، مال ياسر والبنون. عبد الرحمن ماشي. وكان سيد حجاب برضو. اللي غنيته هنا حنان ماضي في المال والبنون. حنان هي فتره ابداع
ياسر عبد الرحمن كان يمكن وانطلاق حنان ماضي كان كونهم ثنائي مع بعض طبعا عملوا ثنائي غير عادي. هي يمكن ما غنتش كتير لحد بعيدا عن ياسر عبد الرحمن الا مؤخرا لعمر خيرت في كان في اللقاء الثاني مع عمر خيرت، انما ما غنتش مثلا لعمار الشريعي خالص يعني ولكنها غنت تترات ياسر عبد الرحمن ياسر عبد الرحمن يمكن لما غيرت ياسر عبد الرحمن راحت لعمر خيرت. طيب خلينا عايزه اعرف واحنا بنتكلم على عمار الشريعي لان ده مهم، عود عمار الشريعي كان هو وجدان المصريين في رأفة الهجان طبعا، يعني فكره انه استخدام العود اصلا العود آلة بتدل على الشجن اكثر من آلات اخرى، يعني هي مرتبطه قوي بفكره الشجن. هتلاحظي مثلا في الشهد والدموع فيه عود، في المال والبنون فيه عود، في رأفة الهجان وخاصة ان احنا كلنا منتظرين احنا شغالين وصولا الى النكسة، فما بعد النكسة في حالة شجن مستمرة لحد طبعا لحظة طبعا الحرب. كان في تغيرت الآلات بعد الحرب وكانت في جملة موسيقية في رأفة الهجان فعلا. اول ما بتتلعب احنا بنحس انه الحنين لمصر، حنين لبلد رأفة الهجان طبعا. نسمع الجملة دي معاك. رأفة الهجان هيمشي هنا في الاستوديو. خلينا ناخد فاصل. الحقيقه تفضل التترات مرتبطه بوجداننا، عشناها وعشنا معاها سنين طويله، اثرت فينا واحنا كمان اتاثرنا بيها، ما هي متاخده مننا. نكمل معاكم تترات مسلسلات عاشت معانا 60 سنه بعد شويه. رجعنا تاني وبنتكلم على تترات المسلسلات اللي عاشت معانا 60 عام، واحنا على هامش مهرجان الدراما اللي بيقام الان في مدينه العالمين بيحتفى بهذا المهرجان. احنا في الاستوديو هنا استاذ رحاب، يعني هل اقدر اقول بانه التترات وصناعه التترات للمسلسلات كمان قدمت اصوات كتير بتنوعات مختلفه؟ مش فكره قدمت، احنا ترسخ في ذهننا لما الفنان علي الحجار قال ان انا صاحب الالف اغنيه. صاحب الالف اغنيه ممكن تلاقي منهم 400 تتر 300 تتر. يعني جزء من تاريخ علي الحجار ومحمد الحلو وهدى عمار وحنان ماضي ايوه ما هو ده اثراء للموسيقى طب يعني للغنى بشكل وجزء كبير. من تاريخهم مش حقيقي. مجرد تتر حقيقي. فقط كان مثلا احمد فؤاد نجم او الشاعر الكبير سيد حجاب يقرا المسلسل كاملا مش مجرد حد يقول له انا عايز المورال حاليا، ممكن يقول لك ايه الفكره، ايه قول لي الفكره فقط، انا عايز ده احيانا هات لي جمله اعمل عليها الاغنيه. يعني هات لي جمله بس انا اكتب عليها الاغنيه، الموزع ممكن يقول له انا عايز هات لي تراك اشتغل عليه. فالحدوته بقت ممكن تعد كلها في يوم. مش اقرا مسلسل كامل عشان اقدر يعني اطلع بالجمله. ده اللي حصل، احنا كنا وقفنا عند رأفة الهجان. في رأفة الهجان يعني انا سمعت استاذ عمار الشريعي وهو بيقول انه عاش المسلسل وقرا المشاهد مشهد مشهد عشان يقدر ينقل احساس البطل بالموسيقى. لما بيجي يحط تتر لازم يمسك السكريبت يشوف هنا في شعور بالحزن، هنا شعور بالفرحه، هنا في قلق، هنا في خوف، لازم يكون بيعبر. وقدر هنا عمار الشريعي يقدم العود صح كآلة، يعني اختياره للعود حضرتك كنت شايفه ازاي في رأفة الهجان؟ هو مش ده اللي حضرتك كمان يمكن استاذ كريم ياكد لي المعلومه، ان رغم ان معرفه او يصنف عمار الشريعي كاحد عباقره العود، ياسر عبد الرحمن كان كمان ولا كمانجاتي ياسر عبد الرحمن عازف كمانجاتي عظيم. ومع ذلك كان عمار يتحدى ياسر في الكمانجا، فكان يعلى الاثنين بيعلوا على بعض. أيوة. يعلى قوي في الكمانجا لدرجه انه كان ممكن يعمل جمل
اصعب بكتير قوي من جمل ياسر عبد الرحمن وهو عواد اصلا. ايوه ودي حاله حلوه. ودي كانت حاله يعني حلوه وكانوا بيحبوا بعض على فكره. ادينا امثله يا استاذ كريم. يعني في رأفت الهجان في خطوط كمان جت ورا الموسيقى اللي احنا بنلعبها دي. يعني الموسيقى الاساسيه بتقول ورا المزيكا دي في خطوط كمان جت بتقول تا 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 تا. ايوه صح. دي موسيقى خطوط كمانجات صعبه جدا حد يكتبها. فاذا هنا عمار الشريعي عمل عمار وياسر عبد الرحمن في عمل واحد. دي محتاجه حد فعلا يكون فاهم آلة الكمان ابعادها ايه وتفاصيلها ايه عشان يقدر يكتب خطوط الكمانجات دي. فعمار الشريعي رغم ان هو كان عواد وعواد شاطر جدا وكان بيلعب كمان اكورديون في البدايه طبعا طبعا، لكن هو كان من احسن الناس اللي بتكتب خطوط للكمانجات. يعني اساتذه المزيكا دايما بيقولوا ان اصعب خطوط كمانجات اتعزفت كانت لعمار الشريعي، رغم ان ياسر عبد الرحمن في الاصل كمان طبعا من اشطر الناس اللي بتكتب خطوط كمانجات. فدايما كان كل سنه في رمضان كان بيبقى في مباراه بنشوف. دي ده غير المباراه الدراميه، احنا بنتكلم على الدراما، المباراه في المزيكا، المباراه الموسيقيه. احنا كنا هفكركم كمان بحاجة. مثلا على فكره هفكركم بمسلسل الايام طه حسين والجمل اللي كانت مكتوبه ايضا، اعتقد انه كان سيد حجاب ايضا طبعًا. وعمار الشريعي طبعًا. ايضا وكانت الجمل الحقيقه اللي بيلعب دور احمد زكي كان احمد الشافعي وهو صغير فكان يعني حاجه ايضا الجمل دي ساعدت جدا يعني. لا عمار الشريعي كان هو وياسر عبد الرحمن زي ما بقول لحضرتك كان في مباراه سنويه احنا بنستنى نشوف عمار هيعمل ايه وياسر عبد الرحمن هيقدم. طب احنا انا حاجتين مش هقفل الا ما اسمحوا. اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني ولما الوشوش اللقاء الثاني لعمر خيرت. اختم بعمر خيرت ودلوقتي حضرتك نشوف عشان الوقت خلاص. رحاب واحنا بنتكلم وبنختم على الدراما وصلنا للدراما اللي احنا عايشينها. انغام في الاختيار غنت بلادي بلادي، يفضل بلادي بلادي احلى تتر. طبعا ايه رايك؟ طبعاً. الاختيار كان ناجح حتى في الاختيار. يعني كان ناجح حتى في اختيارات ان انغام اللي تغني وانها ترجع لبلادي بلادي اللحن اللي هو لانه هو الاختيار اللي هو الاختيار الاختيار اللي هو انا الاختيار. انا بشوف ان احنا لازم نختم ببلادي بلادي. اظن بلادي بلادي انا بشكركم اولا بشكرك جدا استاذ رحاب. هتفضل مصر ولاده بتترات وصناعه دراما. بشكرك جدا استاذ كريم وصوتك حلو يعني يعني لازم يبقى عندنا لقاءات اكتر. ونختم ببلادي بلادي اللي غنتها انغام في الاختيار. بلادي بلادي